تم استقبال من دولة رئيس الحكومة، استقبال ولقاء مثمر مفيد أخوي إيجابي جدا. قدمنا دولة الرئيس عرض عن الأوضاع الصعبة اللي يعيشوها الصحراويين جراء الاحتلال المغربي للمغيب، عرض شمل كل ما يحتاجه الصحراويين للمقاومة والصمود في مجالات الأمن والتغذية والمياه والكهرباء إلى غير ذلك. دولة الرئيس أكدنا الموقف الجزائري الثابت والدائم والقوي والداعم لكفاح الشعب الصحراوي.